ونتحول الآن إلى أهم توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية. تستعرضها لنا ليلى عمر من جديد. إليك ليلى. شكرا لكم، ووقفة أخيرة مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية مع القاهرة العظمى فيها 20 والصغرى 11، الإسكندرية 20-11، مطروح 19-14، بورسعيد 20-11، والإسماعيلية 21-12، السويس 20-11، العريش 19-12، طابة 18-12، شرم الشيخ 23-13، الغردقة 22-13، الأقصر العظمى فيها 22 والصغرى 10، أسوان 23-11، الوادي الجديد 22-10، شلاتين 24-14، وأخيرا حلايب 21-14. والآن أستعرض معكم درجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.